هبت عاصفة الناطور وأغذيته الفاسدة، ثم ما لبثت أن انطفأت. فبعدما احتل ملف الأمن الغذائي صدارة الأولويات مع دهم قوى الأمن مستودع آل الناطور ومصادرة لحومه الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تقدر بنحو 40 طناً، وبعد إقفال ملحمته في منطقة صبرة بالشمع الأحمر، عادت الملحمة لتشرع أبوابها ولحومها من جديد. موضوع سلامة الأغذية غاب عن الساحة، وكأن معدة اللبنانيين أصبحت في أمان، لكن برنامج الفساد تابع الموضوع، فقصدنا الناطور حيث بدأ الكرم الفاسد. اشترينا عينات من اللحوم وأرسلناها إلى المختبر لفحصها، وإليكم النتيجة. تبعتين عمل معروف كيلو؟ يلا بينا. بدنا نص كيلو كلاوي بقر. احنا جايين اليوم نستلم من عندكم نتائج لاربع عينات، فشو طلعت النتيجه حابين نعرف عنها؟ اوكي، جبتوا لنا اربع عينات، شاورما لحمه، همبرجر، كلاوي بقر وبفتيك بقر. الاربع عينات غير صالحين، بيحتووا على الاشريشيا كولي، الستافيلوكوك والبكتيريا اللاهوائيه. شو السبب اللي بيطلع كل هالنتائج عم تطلع غير مطابقه او بتسمم؟ حسب ما مبين هون، يعني الستافيلوكوك هي ناتجة عن النظافة، خصوصا عن نظافة الموظف، الإجيان، يعني هي بتنتقل من وراء الإيدين، والإشريشا كولي كمان من الإجيان، والمياه اللي عم يستعملها بقلب الملحمة السوبر ماركت ما بعرف منين جايبينها. إذا المي فيها إيكولي هي بتأثر على البرودوي. والستافيلوكوك تعتبر هي الأخطر شيء بين الكل، حتى بين السالمونيلا، لأنه بتحتوي على توكسين ريزيستانت، يعني بتتحمل للحرارة العالية بالطبخ، وبالنتيجة بتسبب تسمم عند الإنسان عند استهلاك هالبرودوي. لأنه الستافيلوكوك حتى إذا الشاورما انطبخت أو الهامبرجر، المواد السامة تبعها بتضل ظاهرة وبتسبب تسمم عند الإنسان، يعني مستشفى. ومع هذه النتيجة ذهبنا إلى الناطور للمواجهة، فماذا كان رده؟